السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه القناة ومرحبا بكم في هذا الفيديو التعريفي الخاص بقناة English with Sayar. أشكركم جميعا وأشكر جميع المتتبعين وجميع الذين قرروا أن يتابعوا هذه القناة من تلاميذ وغير تلاميذ. القناة بدأت في العمل مباشرة بعد الحظر الصحي في مارس 2020. الهدف من هذه القناة هو هدف تعليمي محض. بدأنا بدروس في مادة الإنجليزية بالنسبة للثانية بكالوريا، ثم انتقلنا إلى دروس للإنجليزية بالنسبة للأولى بكالوريا، وبعد ذلك دروس الإنجليزية بالنسبة للجذوع مشترك. نفكر في أن نوسع من نشاط القناة، وستشمل كذلك دروس في الإنجليزية للسنة الثالثة إعدادي كتاب فوكس، وكذلك سوف تشمل القناة دروس في مادة الرياضيات بالنسبة للأولى إعدادي دولي. كذلك سوف نباشر في إعطاء هذه الدروس ابتداء من السنة القادمة، ستكون الدروس حاضرة. كذلك القناة سوف تعمل على بث برامج اللي هي تعليمية، خصوصا برامج اللي عندها علاقة بكل ما هو علمي، كل ما هو يشجع التلاميذ على فتح آفاق لتعلم حرف أو مواد أو تعلم اتجاه إلى علوم أو مهن متخصصة. إن شاء الله سوف نحاول أن ننشر فيديوهات تعليمية تثقيفية. هدف القناة كما قلت هو هدف تعليمي محض، وهدف لنشر الوعي والثقافة بين التلاميذ وبين جمهور المتتبعين. أشكركم كثيرا وأشكر دعمكم، وأريد أن أوجه كلام بالنسبة لتلاميذ الثانية بكالوريا المقبلين على امتحان الوطني للبكالوريا. أريد أن أخبرهم أننا سنكون في الوقت المحدد لكم، سوف نبدأ إعطاء فيديوهات مباشرة تعليمية، يعني غنبداو نعملوا لايف مراجعة لجميع الدروس ديال البكالوريا ديال المادة الإنجليزية إن شاء الله. يعني ما تقلقوش وما تخافوش، إن شاء الله غادي نعاودوا كل شيء من الأول، وغادي نعاودوا نعملوا مراجعة عامة حول جميع الدروس اللي عملنا في البكالوريا ابتداء من أول درس حتى لآخر درس، وغادي يكون ذلك على شكل فيديوهات أو لايفات مباشرة إن شاء الله في رمضان ابتداء من الساعة 11 إن شاء الله. سوف أخبركم بكل لقاء مباشر سيكون معكم. كذلك سوف عندما ننهي مراجعة الدروس دروس البكالوريا سوف ننتقل مباشرة إلى إعطاء نصائح والتمرن على امتحان البكالوريا إن شاء الله. سوف نعطيكم تقنيات الإجابة على الامتحانات البكالوريا، خصوصا وأن لدينا خبرة في تصحيح امتحانات البكالوريا. بطبيعة الحال كنشوفوا الأخطاء اللي كيطيحوا فيها للتلاميذ كاملين في امتحانات البكالوريا. غنحاولوا ما أمكن أنني نوجهكم ونعطيكم نصائح إن شاء الله عبر لايفات عبر الفيسبوك عبر لايفات في اليوتيوب إن شاء الله، وخصوصا عندما نصل إلى 1K أو 1000 سبسكرايبر اللي غتسمح لنا إن شاء الله باش أننا نعملوا لايفات مباشرة إن شاء الله. أريد أن أطمئن تلاميذ البكالوريا إن شاء الله لأنهم ما يلقاوش الصعوبات، ما يلقاوش مشاكل في تحضير امتحان البكالوريا. إن شاء الله غادي نكون معهم على طول إلى غاية أن ينجحوا إن شاء الله ويجيبوا معدل ممتاز في البكالوريا. بالنسبة للتلاميذ الأولى بكالوريا اللي انتهيت من الدروس ديالهم إلى غاية الوحدة رقم 10، أريد أن أقول لهم بأن يستعدوا إن شاء الله في العطلة الصيفية، ما فيها بس مرة يشوفوا الدروس اللي عندهم، يشتروا الكتاب الجديد ديال تيكت تو انجليش، ويبداوا يحضروا في الدروس إن شاء الله البكالوريا ويخدموا على البكالوريا من أول السنة. تلاميذ الجذوع العام عندكم أول عام في الإنجليزية، ماشي أول عام ولكن أول عام اللي هو مهم، لاباز مهمة، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدروس. كذلك عندكم دروس ديال الأولى بكالوريا راه هي موجودة عندكم في القناة، استعدوا لها. ناقصة في تيكت تو انجلش 1 ناقص يونيت نمبر 1 2 اند 3 إن شاء الله غادي نوجدهم وننزلوا في القناة. ما عليكم إلا أن تعملوا إن شاء الله بجد، وكل شيء ممكن توصلوا
إن شاء الله توصلوا له بالعمل الجاد، وأنا سأكون رهن إشاراتكم في كل ما تحتاجون من نصائح وتوجيهات. شكرا لكم وتحية لكم، وشكرا للتشجيع لكم، وألقاكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة إن شاء الله بحول الله. كذلك تلاميذ السادسة ابتدائي العام اللي ماجي راه غادي نوجدوا لهم فيديوهات إن شاء الله على أبرونتيساج فرنسية ابتداء من السنة القادمة إن شاء الله بحول الله. شكرا لكم على تبعكم لهذه القناة، وتحياتي لكم، ولقاؤنا قريب إن شاء الله.